اهلا بكم اصدقائي، ان شاء الله تكونوا بالف خير وانتم تتابعوا هذا الفيديو على قناتي. في هذا الفيديو جبت لكم افضل واروع فرد تعفص ثاني لشعبة الادبيين في مادة التاريخ والجغرافيا. على بالي سوي عندي لكم للادبيين سوي نحكركم مي على حسب، يعني اذا لقيت الفروض ملاح، اذا لقيتهم ما همش ملاح، يعني كاين مرات نلقاهم بصح ما يكونوش بهذيك الطريقه اللي تعجبكم ويعني تكون مليحه. لهذا راني نحاول قد ما نقدر، قد ما نلقى فروض، قد ما نحط لكم باذن الله ولا اختبارات. نبداو على بركه الله بهذا الفيديو. نبداو عندنا تعيين المفهوم تاع المصطلحات، عندنا المصطلح تاعنا وش هو، وعندنا المفهوم تاعو منا في هذا الجنب. في المصطلح هنا عندنا الغزو، عندنا السلطاني المحبوب، وعندنا الدولة، وعندنا النظام الدولي. هنا قالك اكمل الجدول التالي، عندنا التاريخ، عندنا الحدث، بداية حكم الداي حسين راح تحطوا له التاريخ تاعو، عندنا في 1505 راح تحطوا الحدث تاعها، 1578 راح تحطوا الحدث تاعها، هنا معاهدة استعادة وهران مينائها الكبير من الإسبان، هنا تحطوا لها التاريخ تاعها. هنا قالك حدد المقاطعات الجزائرية خلال الحكم العثماني. هذيكم الخريطة اللي كاينة. ثانيا الجغرافيا، قال لك حدد مفهوم المصطلح، عندنا الخسوف، البيئه، الاحتباس الحراري، وعندنا المفهوم تاعو هنا نحطوهم. كما ذكرتكم سابقا باللي المفاهيم لازم تكون قد 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 قد، لازم يعني تكون في محلها، تذكروا كل حاجه تخلي الاستاذ ما ينقصلكش. اشرح باختصار الكلمة دائرة الإنارة، المدار الإهليليجي، نقطة الأوج الأنيموميتر. عندنا بين علاقة الإنسان بالبيئة الجبلية، راح تكتب وضعي انتيا هنايا. في الإجابة تاعك هنايا راح تبدأ دير إكمال الجدول المصطلح، وعندنا المفهوم تاعو. بالنسبة للغزو هو أسلوب، ركزوا مليح، الغزو وش هو؟ هو أسلوب، طريقة، شيء، ما هوش إنسان أو حيوان أو جماد، إنما هو أسلوب أو طريقة. لهذا حاولوا قد ما تقدروا أنكم تبينوا طبيعة المصطلح، سواء كان حيوان أو نبات أو إنسان، ونبينوا المركز تاعو. كيكون انسان بينوا المركز تاعو، هو قائد للثوره، هو محارب، هو مجاهد، هو اي شيء هذا القبيل. هنا نديرو هو اسلوب لتغلغل الاستعمار، يعني من اجل الاستعمار او باش يدخلوا يتغلغلوا في اعماق الجزائر او في اعماق الدوله العثمانيه. يعتمد على الاجتياح باستعمال القوة العسكرية، يعني يجتاحوا البلاد بدون الإرادة نتاعها. باستعمال واش؟ باستعمال القوة العسكرية اللي هما العسكر. طبيعة الحال عندنا السلطاني المحبوب هو عملة الجزائر في العهد العثماني. يعني قلت لكم تبينوا إذا هو جماد، إذا هو شيء، يعني كيكون جماد تبينوا مثلا عملة، يعني رمز، أي حاجة من هذا القبيل. عندنا الدولة هي رقعة جغرافية تشمل شعبا وسلطة وحكما وتتمتع بالسيادة على أقاليمها. دولة هي رقعة جغرافية، هي رقعة كما راكم تشوفوا هنا، هي هذه راهي رقعة جغرافية هكذا. هنا عندنا عندنا النظام الإداري، هو مجموعة من الأسس والقواعد، هو أساس أو قاعدة أو نظام يتمشى عليه هذا النظام الإداري التي تقوم عليها الدولة. ما تقدرش عاودوا ديروا النظام باسكو أصلا في حد ذاته اللي هو اسمه تاعنا، هذا المصطلح تاعنا أصلا مسمى بالنظام الإداري. لهذا من سبب المسهلات أنه تعاود ديروا نفس الكلمة واللي هي النظام، نبدلوها بالأسس والقواعد التي تقوم عليها الدولة. بالنسبة لإكمال الجدول عندنا في بداية حكم الداي حسين كانت في 1671، هنايا كانت احتلال الإسبان لوهران ومينائها الكبير، موقعة وادي المخازن، وهنايا 9/12/1991 معاهدة استعادة وهران. هنايا إذا لقيتوا التاريخ كامل اكتبوه،
باليوم وبالشهر وبالتاريخ وبالسنة عفوا. وإذا لقيتوا التاريخ تاعكم ماشي كامل غير السنة اكتبوا غير السنة، وإذا كان معاه الشهر اكتبوا الشهر، إذا كان معاه اليوم اكتبوا معاه اليوم، وهي رايحة. المهم لازم يكون التاريخ كامل بحذافيره. عندنا تحديد المقاطعات الجغرافية خلال الحكم العثماني. هنا رانا نلاحظوا بلي هذا البايلك الشرق، هذا بايلك الشرق اللي جاي منا اللي حاكم من الطارف الى غاية تيزي وزو، الى غاية دلس. دلس هنا يعني من الطارف الى غاية دلس او تيزي وزو، هنا حاكم منا بهذه الطريقة. عندنا حاكم فيها ولايات كما سكيكدا، كما ديجل، كما سطيف، كما برج باريليج، كما المسيلة، كما بسكرة، كما باتنا، كما ميلا، كما أم البواقي، كما قسنطينة، كما سوق هراس، كما تبسة. حاكم هذا هنايا في بايلك التيطري. بايلك التيطري هنايا نلاحظوا باللي حاكمنا تيزي وزو، حاكمنا البويرة، حاكمنا المدية، حاكمنا الجلفة، حاكمنا لغواط، هذو هما. هنا راهو دار السلطانة ماشي بايلك التيطري، هاوليكم دار السلطان. دار السلطان حاكمة الجزائر وحاكمة البليدة، هذو هما باقي البلدان ما همش باقي الولايات ما همش يبانو مليح. هنايا عندنا في بايلك الغرب حاكمنا تلمسان، عين تيموشن، شلف، تسمسيل، اكسيتيرا، البيض، النعامة، هادو كامل. هنايا اللي قالك بالاصفر هادو جبال، واللي بالازرق هادو الحدود الادارية تاع البايلكات، وهذا نسميوه كامل العنوان تاع الخريطة هي التقسيم الاداري للجزائر في العهد العثماني. ثانيا الجغرافيا، نحددوا المصطلحات تاعنا او مفهوم المصطلحات. الخسوف هو عبارة عن ظاهرة فلكية، هي فلكية تحدث وين؟ عندما تتوسط الارض الشمس والقمر، فيكون الثلاثة على استقامة واحدة ولا يكون الا في الليل. البيئة هي الوسط الذي تعيش فيه الكائنات الحية، يتميز بخصائص مناخية وفيزيائية وكيميائية للتربة والماء والهواء. احتباس الحراري هو ارتفاع درجة الحرارة تدريجيا في الطبقة السفلى القريبة من سطح الأرض والقريبة من الغلاف الجوي المحيط بالأرض بسبب ارتفاع نسبة غاز ثنائي أكسيد الكربون وغازات أخرى عديدة. نروح للشرح باختصار. عندنا الكلمة دائرة الإنارة هي دائرة تفصل بين النهار والليل على سطح الكرة الأرضية. المدار الإهليليجي هو مدار الأرض ومسارها حول الشمس. نقطة الأوج هي أبعد نقطة تكون فيها الأرض عن الشمس عند دورانها حولها. الأنيمومتر هو الجهاز الذي نقيس به سرعة الرياح. تبيان علاقة الإنسان بالبيئة الجبلية، نشاط زراعي مثل زراعة الأرز والبن عند مستوى 1000 متر فوق سطح البحر في البيئة الجبلية المدارية، نشاط زراعي متنوع عند مستوى 800 متر فوق سطح البحر، شق الطرقات وإيصال الكهرباء في الدول المتقدمة، صعوبة المعيشة في البلدان المتخلفة والعزلة والاعتماد على الحرف التقليدية كصناعة الزرابي والبرانيس في منطقة القبائل بالجزائر مثلا. أتمنى أن الفيديو نالت إعجابكم ستم منه ولو بالقليل. تلاقاو في فيديو قادم بإذن الله، إن شاء الله نتلاقاو معاكم يا جدع مشارك أدب، وندير كامل البوسيبيليتي تاعي باش نعطي لكم مواضيع تكون شاملة. تلاقاو في فيديو قادم بإذن الله.